بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين، سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سوف أقوم بشرح طريقة حل مشكلة توصيل الشاشة وتوصيل شاشة سطح المكتب وظهور جوانب سوداء على واجهة سطح المكتب. طبعا فهذه المشكلة هي من جراء طبعا التعريف الخاص بالكرت الشاشة، وهناك طبعا ضبط لهذا التعريف أو ضبط للرسوم. فالشاشة فعليا هي صغيرة وبها جوانب سوداء لكن لا تظهر لكم، سوف أريكم الشكل أو شكل الصورة الخاصة بسطح المكتب حاليا. كما لاحظتم أن سطح المكتب أو شاشة سطح المكتب تتوسط في المنتصف والجوانب السوداء، ولحل هذا المشكل فكل ما عليك فعله هو الضغط بالزر الأيمن للفأرة، ومن ثم نتوجه إلى الخيار خصائص الرسوم، وبعد توجهنا إلى خصائص الرسوم نقوم بالضغط عليه. بعد ضغطنا إلى خصائص الرسوم تنبثق لنا نافذة بهذا الشكل. في أبعاد العرض أو نسب تحديد نسب الأبعاد سوف تجدون هنا طبعا توسيط الصورة، سوف تقوم بتغيير هذا الخيار، نقوم بالضغط هنا ومن ثم نقوم باختيار الخيار ضبط نسب الشاشة الممتلئة. وبعد ضغطنا لضبط نسب الشاشة الممتلئة طبعا بإمكانك اختيار الحفاظ على نسب أبعاد العرض، طبعا في يوجد خيار آخر بهذا الاسم. بعد ضبط هذه الأبعاد تتوجه إلى أسفل ومن ثم تقوم بالضغط على تطبيق، وبعد ضغطك إلى تطبيق تنتظر قليلا ومن ثم تقوم بالضغط على موافق. إلى هنا ينتهي الشرح، أرجو أن يستفيد الجميع، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.